كلما ارتفع حجم الموازنة ازداد الشعب فقرا وعوزا. تلك معادلة إدهاش لا تصح إلا في عراق اليوم. القابعون تحت خط الفقر يعانون ويلات هذا العوز المادي، ومؤسسات رعاية المواطن في وزارة التجارة يوما عن يوم تنقص من الحصص التموينية، حتى بات تحصيل الرديء الموجود في غاية الصعوبة. الحصة التموينية حبر على ورق، الشعب يعاني. نعم أنا لا أميل لجهة معينة، ولكن هذا الواقع أن المواطن العراقي يعاني كثير. حصة تموينية غير موجودة، أين مبالغ الحصة التموينية؟ أول ما أتوا إلى الحكومة وقالوا سنأتي ب 44 مادة 50 مادة، ولكن أين هذه المواد؟ فقط طحين من الدرجة الثالثة أو الرابعة. طبعا الحصة التموينية بالوقت الحاضر رديئة جدا، لأن المناشئ اللي يتم استيراد من عندها رديء جدا رديء، بدون محاسبة، بدون مراقبة، بدون متابعة. قليل من الطحين ذي النوعية المتردية من الدرجة الثالثة، تضاف إليه وجبة من الزيت والأرز تشابهه في الرداءة، تعطى للمواطن بعد جهد جهيد وبفترات زمنية غير منتظمة. يضطر المواطن معها إلى دفع الرشاوى أو البحث عن وسيط نافذ في غابة الفساد التي يعيشها العراق. حقيقة بالنسبة للبطاقة التموينية بها مشاكل كثيرة، وعانى ما عانى المواطن بسبب هذه البطاقة ورداءة نوعيتها. للأسف الشديد أنه الاستيراد من أردى أنواع الشركات يستوردونها، يعني التمن والزيت وخاصة الطحين. أيادي الفساد والاختلاس تسللت حتى إلى البطاقة التموينية، حيث تسجل الكميات المحددة لكل مواطن كاملة جيدة النوع على الورق، بينما تصرف على الواقع بأبخس الأثمان لتملأ جيوب الفاسدين من أموال الشعب المنهوبة وخيرات هذا البلد. التمن يعني ما صالح للأكل يعني البشري. عندك الزيت إذا لو يقاس مثلا بأجهزة معينة بالتأكيد هم ما صالح له. أي شيء بالوقت الحاضر رديء، فنحمل وزارة التجارة وعلى رأسها وزير التجارة شخصيا. وعدوا الشعب بتحسين أوضاعه الاقتصادية، فإذا بها تنهار إلى هاوية ما عهدها العراقيون قبل الاحتلال في أسوأ ظروف الحصار والتآمر الأجنبي.